السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. مثل ما شاهدتوا بالحلقة الميدانية الأخيرة لبرنامج أرض السواد كانت حول الأسبوع الزراعي 14 على أرض معرض بغداد الدولي. هذا الأسبوع اللي هو برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد محمد إشياع السوداني وأيضا بإشراف مباشر من معالي وزير الزراعة. حقيقة شنو هذا الأسبوع الزراعي؟ الفائدة من الأهمية، الرؤية، الطموح، هل بي فائدة حقيقية للفلاح العراقي؟ هل بي فائدة للمنظومة الزراعية عموما بالعراق؟ شاهدنا حقيقة مشاركات من شركات أجنبية، يعني إن كانت عربية أو إسلامية وحتى من دول عالمية كبرى، وشاهدنا باليوم الأول كان هناك حضور كبير جدا فلاحي وأيضا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ومستشار رئيس الوزراء وحضور كبير جدا أيضا من المواطنين، واللي هو أيضا يعني شعار دعم للمنتج الوطني والمحلي. ولكن احنا واصلين إلى 14 أسبوع زراعي، يعني قبلها 13 أسبوع زراعي، ما شاهدنا ذاك الفرق الكبير جدا بالفائدة المباشرة للفلاح. شنو الاختلاف بالأسبوع الـ14؟ هل هناك تغيرات؟ هل هناك أمور ممكن نستفاد منها؟ طبعا راح نناقش كل هذه المواضيع مع ضيفنا بالاستوديو الشيخ ضياء الربيعي مستشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا وسهلا بك ومبارك الله بك. ربي يخليك. أحييك وحيي البرنامج مالك الرائع جدا. ربي يخليك شيخ. الأيام ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الأسبوع الزراعي بدأ قبل عدة أيام، وهذا احنا تعودنا عليه في معرض بغداد الدولي، شاركت به؟ نعم. وايضا الجمعيات الفلاحيه شاركت بجناحها الخاص؟ نعم نعم. شاهدنا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه يلقي كلمه، نعم، في حفل الافتتاح، وايضا قناه الايام الفضائيه كانت متواجده. نعم. اريد اعرف اليوم بما انكم تمثلون الفلاح العراقي، ما هي الفائده اللي استفاد منها الفلاح من تلك المعارض؟ الأسبوع الزراعي، وطبعا هو هذا رائع جدا في كل الدول العربية، أنا زرت الدول العربية أيضا بهم نفس العملية. السنة أنا أعتبرها أكثر تطور من السنين الباقية حقيقة، يعني لأن أنا من يعني صار ممكن من الأسبوع مشارك ولحد الآن، صح، فمستمرين بها. فهي عرض كل الآليات الموجودة بدول العالم وهذا، لكن مشاركات الشركات قليلة جدا، يعني مو ذيك اللي احنا نريدها بعد أكثر تطور، وإضافة إلى شركاتنا موجودة ومساهمة، وعندنا يعني إنتاج، يعني كلش عجبني، هو إنتاج عراقي موجود، وفعلا أسبوع جيد يعني حافل بهواي أمور. بس احنا شو نريد؟ نريد تسليط أضواء إعلامية على هاي المسألة، لأن مو كل الناس اللي تقدر تجي المحافظات والامور، تسليط الضوء حتى في سبيل يوصل الاكثر ناس اللي مثلا عارضين شنو الاليات المعروضه، شركات ايش عارضه، الانتاج الموجود. وخاصه هسه احنا يعني في دور نهيئ او تهيئ كل الامور لعمليه الزراعه الحديثه، لان هسه لازم نستخدم التقنيات الحديثه الموجوده. اللي بيصير بهالموضوع فعلا فعلا، يعني اليوم مثلا من يطلع رئيس مجلس الوزراء بتصريح يقول الفلاح اللي ما يستخدم تقنيات الري الحديث المواسم المقبله سيحرم من الدعم المباشر، والله يعني ممكن تتنفذ؟ احنا تتنفذ او ما تتنفذ، احنا بالنسبه لنا كل مبادره جيده نرحب بها، لانه من يدعم هاي الشغلات التقنيات الحديثه اولا تنطي انتاج اكثر وتنطي مردود للفلاح اكثر وتنطي مردود الاقتصاد الوطني. فاحنا عمليه الزراعه القديمه والبدائيه احنا نريد لازم ننهيها، يعني يجب ان نكون عندنا زراعه حديثه. الزراعه الحديثه يعني علم، هو زراعه طبعا علم كبير، فهنا المفروض يعني احنا لازم نواكب هذا التطور الموجود في العالم الموجود حتى نكون احنا متطورين بعمليه زراعيه ومنطين منتاج اكثر للعالم. شنو اللي لفت انتباهك بهذا الاسبوع؟ يعني الفرق عن الاسابيع السابقه، رايك باليوم بالمعدات اللي دخلت بالمعرض؟ المعدات قلت لك يعني مو كل اللي موجود اكو معدات بالعالم، هو اكثر من هذا تطورا، ولكن احس اكو تطور شوي يعني بعض الشركات اللي هذه موجوده. اضافه الى ما عجبني الانتاج العراقي، معامل بدت
مثل أسمدة العضوية، مثل الشركات، حتى جماعة زيت الزيتون تطور يعني. فهذا التطور أكو موجود، هذا يبشر بخير يعني. نعم. احنا شو نريد؟ نريد أن تكون تتطور عملية الزراعة، لكن العملية هنا تبقى عندنا الثروة الحيوانية، وخاصة صح أكو ظلم كبير جدا لهاي الثروة الحيوانية. يعني احنا حتى لو مفروض يعرضونا، حتى لو أبقار يجون، حتى لو يجون احنا وألاف عندنا الألاف ماكو. فأني أتمنى أنه يلتفتون هاي الالتفاتة، لأن الثروة الحيوانية بدأت تتهالك خاصة. معقولة يعني حتى في احنا في وسط موسم من الأمطار، حتى قبل ما نتمد الحلقهم سقطت أمطار قليلة. نعم. شاهدنا مناطق واسعة مثل الشمال الواسط اللي حضرتك عندك تواصل وياهم. نعم. ما شاء الله عبارة عن خضار. هو احنا زراعتنا موجودة، بس احنا يعني هذا يفيدها كعلف. أنا قصدي احنا هسه هاي سنة يعني الله تلتفت لنا بهاي الشغلات، صحيح موجودة، لكن احنا انت احكي لي الأيام السنين الأشهر المضت اللي قاموا يبيعون حلالهم في سبيل عيش المتبقي يعني، ما عندنا. فهنا المفروض نفكر زراعة علفية. الزراعة العلفية موجودة بكل العالم، احنا ليش نعتمد مثلا على ما كان اكو فد قسم بالمعرض يخص هذا الموضوع؟ والله حتى وان كان وظيف ما شفت اللي يعني تصيد شيء جيد. مهتمين اكثر بالدواجن والاسماك. بالضبط، الاسماك والدواجن. لكنه احنا شفت انا بعض المعامل حلوه مال الاسمده الموجوده، التطور مال التمور، يعني اكو شغلات حلوه، بس احنا نطمح للاكثر. صح، نريد شغلات بحيث تكون بحيث مثل ما دول العالم اللي موجوده احنا نكون احسن من عندهم، لان ارضنا هي ارض سوات فعلا وارض خصبه، وعندنا يعني اذا نستغل الجيده جيده تطلع عندنا 12 مليون دونم، اذا نستغلها استغلال جيد نصدر لكل دول الخليج احنا ان شاء الله. طبعا احبه المشاهدين احنا مكملين حلقتنا لهذا اليوم، ولكن للاسف مثل ما انه صح باليوم الاول للمعرض الزراعي او الاسبوع الزراعي الرابع عشر شاهدنا قنوات فضائيه، ولكن بمجرد تقارير بسيطه يعني. ممكن انا شاهدت كقناه الايام الفضائيه عن طريق ارض السواد انه خصص حلقه كامله ميدانيه وايضا حلقه سرديه. للاسف اكو ضعف اعلامي بتسليط الضوء على الاسبوع الزراعي الرابع عشر. طبعا هذا الفيديو راح نعرضه به معلومات كثيره عن الاسبوع الزراعي واللي صار بهذه الايام الاخيره الماضيه. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. شيخنا يتوقف وياك بتصريحين. اليوم التصريح الاول لمعالي وزير الزراعه يذكر انه المعرض هو بدعم مباشر من رئيس الوزراء، ويبين هذا الدعم انه الحكومه خاله يعني اهميه كبرى للقطاع الزراعي. وايضا ذا تصريح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه الاستاذ حيدر ايضا قال انه هذه الحكومه او هذه اليوم وزاره الزراعه بالايام هذه قاعد حقيقة شكرها، لأن حقيقة أكو دعم مباشر للفلاح العراقي. اليوم أنا أريد أسألك سؤال، هل تغير الموضوع الدعم بإيجابيا بين الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة؟ لو نفس الشيء بصراحة. لا أقول لك شيء واحد، فعلا هسه الدعم يبين يعني حقيقة يعني أنه يعني رئيس الوزراء تحياتنا إله والعزيزنا يعتبر هو، لأنه من قطاعين زراعي ومهندس زراعي الرجل، ويعرف حيثيات الزراعة. فاللي نشوفه إحنا دعم بكل قوة لل نعم. شنو اللي تغير؟ لا تقدر تذكر لي التفاصيل مثل موضوع الأسمدة وغيرها وغيرها. الأسمدة صار بها تلكؤ، فعلا بها تلكؤ موجود من ولكن عطل المصنع وهسه، لكن العملية ذاك اليوم الرجل التقى ويا رئيس الاتحاد مالنا اتحاد الجمعية الفلاحية أستاذ حيدر، واتفق وياه قال له روح جيبوا اسمده. يعني كان قبل اني من الناس راجعت اكثر من مرات ردنا ان ينطونا اجازه استيراد ما انطونا. قالوا ما استنتوا انت حاجه جمعيه فلاحيه، احنا مثل كل الفلاحين، وحتى ننطي السعر على الاقل نهد السعر. هسه الرجل انطى هذه الاعلاميه ولو هي يعني ما تفيدنا، بس تفيدنا على الموسم الجاي على الاقل يعني. ممكن تخزن؟ لا هي حتى ذا مو تخزن، احنا الموسم الجاي راح نتحضر من وقت نخلي فلاحنا هو يستورد. يعني هسه الاعلاف وافق على استيرادها. ليش؟ لان حتى يقدر يقول لك اشتغل بعد، يقول لك هذا الشغل اشتغل، وهذا شيء جيد. نعم. ما محتكره على جهه معينه وهي تتحكم بينا. يعني الان بدا الاستيراد لو ما بدا؟ لو بعد ايضا الاستيراد ما لا بعد ليش؟
ليه؟ آه لكن هو انخفض السعر. انا اقول لك السعر ايش قد صار؟ انخفضت والله بالضبط، ما انت عارف يعني يوم الناس عندي ولاده الشغل غير كم معدل ايش قد انخفض؟ 200,000 اكثر اكثر تقريبا. هواي اكثر هواي اكثر جوج المليون كان فوق المليون ب 300 شيء. اي فهاي الشغلات يعني تبشر بخير فعلا. واحنا الفلاح شي يريد وفر له الاسمده، وفر له البذور، وفر له المي، ينطيك انتاج. توقعاتكم هالموسم بالزراعه السنه؟ لا ان شاء الله خير. فعلا احنا اتفقنا ان ذاك يوم ويا كنا اتفقنا ويا جزاره الحوب سميناها موسم الخير ان شاء الله. اها ان شاء الله يوصل ل 19 وما يعور يعني 19 اللي وصل 5.5 لا ما يوصل. ما يوصل؟ لا ما يوصل. نوصل 4؟ احتمال لا 3 احتمال يعني زاد من عام عام مليونين ومية. اتوقع السنة اوصل لثلاثة. اكثر من ثلاثة. تتوقع الزراعة الديمية ايضا؟ ها بالضبط. هي الديم هي هنا لها تأثير ولا لازمة. وهاي المطرات اهم رحمة من الله سبحانه وتعالى الحمد لله رتبت لنا الامور. ولكن احنا لو كان يعني اكو مي من بدايتها وانطانا مليون ونص دونم يعني انت من صحيح. بعدين رجل رئيس وزراء بادر قال زيدوا ورا الامطار زيد لنا. هاي اللي صار خلت العالم تشتغل حتى في سبيل يقول لك انا من ازرع لازم انت تستلم عندي. الان حسبت انه اقرار الموازنه من قبل الحكومه الحاليه يعني حتى الان ما مصدق عليها من البرلمان العراقي قال ذكر انه ضمننا مستحقات الفلاحين لهذا الموسم يعني ما راح تصير اشكال. لا ان شاء الله يعني تقريبا نفس الموسم اللي اي نفس الموسم الثاني. وهم سهم متبشرين خير بهاي الشغله ونتمنى انه تعياتنا الى رئيس الوزراء يطلق المبلغ منها من الان حتى يرز دم وزاره التجاره حتى ليش؟ لانه احنا العام صارت عندنا شغله من قالوا المبلغ اقل من 750 فاكو تجار نزلت بينما من صار 850 فلاح انطلمه للدوله مضمونه والفلوس مقابل. هاي الشغلات تشجع الفلاح تخليه يجيب لك حتى اللي كيلو اللي عنده بيته يستعد من البدايه بوسي لا يسلمك كل الحاصل ما يفكر بعد يتاجر وياخذ ينطلم عنده اكثر. نعم طبعا احبتي المشاهدين هناك كانت كلمه لوزير لمعالي وزير الزراعه على هامش افتتاح الاسبوع الزراعه 14 من معرض بغداد الدولي. خلينا نشاهد هذا الجزء من الكلمه وراح نرجع نعلق عليها. نشكر الجميع كما نشكر كل الفعاليات والشركات والمؤسسات سواء من وزارة الزراعة أو الجهات الأخرى اللي أسهمت في الحضور والمشاركة في هذا المعرض. حقيقة وزارة الزراعة من تسلمنا المسؤولية باشرت بخطوات عديدة. كان أولى هذه الخطوات هي إقرار الخطة الزراعية بمساحة 4 مليون دونم بالنسبة للأراضي الصحراوية ومليونين ونص دونم بالنسبة للأراضي المروية. وفرت الدعم الكامل لهذه الأراضي من خلال توفير الأسمدة بنوعيها الداب واليوريا. وكان حقيقة الدعم كبير جدا للمزارعين من خلال توفير هذه الأسمدة وكذلك البذور، واللي وصل بنسبة 70% بالنسبة إلى البذور و 50% بالنسبة للأسمدة، وكذلك توفير اللقاحات والمبيدات اللازمة لإنجاح هذه العملية الزراعية واللي كانت ترسل مجانا. الوزارة جادة في توفير كل مستلزمات نجاح القطاع الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية الخاصة بالزراعة. لذلك وضعت في خطتها خطة طموحة إن شاء الله في موازنة عام 23 24 25 للأعوام الثلاث. وهذه الخطة إن شاء الله كان واحدة من أهم النجاحات فيها اللي هو صندوق الزراعي، واللي حقيقة راح يساهم في تطوير النشاطات الزراعية لما إلى من أثر في عملية تشجيع الاستثمارات والزراعة. وايضا كان في الموازنه واحده من المواد المهمه اللي سمحت بالمشاركه مع القطاع الخاص. احنا اليوم نريد ننشط القطاع الخاص لانه من غير الممكن ان تثقل دائما الموازنات باموال لتنشيط القطاع الزراعي. لذلك كان الحل هو ايجاد شريك حقيقي يتمثل بالشركات الاستثماريه والمستثمرين اللي أباح لها الآن القانون الموازنة المشاركة مع شركات الوزارة،
وهذه تمثل فرصة كبيرة لتنشيط القطاع الزراعي. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. طبعا ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور مهدي ضمد القيسي المستشار في وزارة الزراعة، اللي للأسف كان إنه بودنا يحضر ولكن الزخم المرور الكبير جدا في العاصمة بغداد منع حضور الكريم إلى برنامج أرض السواد. أهلا بك دكتور مهدي. دكتور مهدي تسمعني؟ ألو دكتور مهدي. بما أنه الأصدقاء يأمنون الاستوديو الشباب بالكنترول، نرجع مع الشيخ ضياء الربيعي. اليوم لما معالي وزير الزراعة اللي ذكر أنه موضوع القطاع الخاص، القطاع الخاص يجب أن يشارك اليوم بالقطاع الزراعي، القطاع الزراعي يجب أن يستمر. رجع الاتصال، نرجع لك شيخ. ألو السلام عليكم دكتور. دكتور مهدي تسمعني؟ دكتور نرجع. أتوقع خلل بالشبكة، إن شاء الله يصلحوا الأخوة أو يعملون اتصال ثاني مع حضرته. لما يذكرون القطاع الخاص أنه يجب أن يدخل بقطاع الصناعة، لا الزراعة وحتى الصناعة، وأنه من المعيب انه انا اقدر اقول انه تبقى انه دائما على الموازنة الحكومية. القطاع الخاص ايش يحتاج؟ ليش القطاع الخاص يستثمر بالمولات، يستثمر بالمستشفيات الاهلية، يستثمر بكثير من الامور الاستهلاكية، بس ما يدخل الى الزراعة؟ لانه اكو مسألة، هذاك يفكر بالربح السريع والربح المضمون يعتبر من عنده، وما تنباع بهاي الشغلات. هو نفسه ترى الفلاح هو قطاع خاص، احنا حتى سعده مزارعين اكثر من القطاع الخاص، يقدرون يزرعون 3000 دونم 4000 دونم، هذا يعتبر يعني شركه عملاقه. فاحنا يا ريت القطاع الخاص ينزل بكل ثقله. ليش؟ احنا نقول القطاع الخاص الوطني اللي ما يهمه بس انه حتى لو يضحي له سنه وسنتين، لكن ما اريده يفكر راسا انه ياخذ بس الربح السريع. نعم، وما بيها تضحيه، الزراعه بيها انتاج خير من الله، وبيها ربح كبير، وبيها عمل. يعني احنا نتمنى ان يدخل القطاع الخاص، بس ان يكون دخوله على لا على حساب الفلاحين او يعني حتى في يكون داعم. بالضبط، احنا هنا نعاني ترى مو بس عمليه القطاع الخاص، نعاني من عمليه التسويق الزراعي. صح، احنا التسويق الزراعي مالنا اقدر اقول لك صفر. نعم تفضل. التسويق الزراعي صفر، لانه انا هسه كفلاح لما انتج احسب حساب الانتاج مالي وين اوديه، يعني مثل ما صار الطماطم عندنا يذبوها بالشارع وغيره، فانا يجب ان احسب حساب الانتاج مالي. انا عندي لو قطع شركات قطع خاص عندها معامل مثل ما المعجون رسم، مو بس المعجون، التعليم وكل شيء بتصنع يعني تعرف اعمل معجون بحوالي 20 شغله من غير المعجون، بصلصات وبشغلات. صحيح، هاي الطماطم كل شيء ينتج بها، يعني هذه لما تنتج بهذا الانتاج اكو معامل واكو شركات، فالفلاح مطمئن والشركه اللي تجي تطمئن. نعم، تقدر تاخذ يعني انتاج على حساب الشغلات الامور. نعم، سواء من الثروه الحيوانيه او الانتاج الزراعي. نعم، شباب امنا الاتصال مع الدكتور. نعم، السلام عليكم دكتور. دكتور مهدي تسمعني؟ اليوم يا سبحان الله يعني القدر ما يريد انه اليوم يدخل ويانا الدكتور مهدي ضمد. نعم، منا تعيشي ولكن خلل اتوقع بالخبره خبره حياتنا له، وايضا الزخم المروري منعه من الوصول. ان شاء الله بالحلقات الاخرى تكون حلقه خاصه مع الدكتور مهدي. نرجع وياك، تكلمت على موضوع انه مثلا انه الفلاح لما ينتج مثلا محصول الطماطه او غيرها إذا ماكو تسويق يشمره بالشارع أو يطيع علف، وحتى علف اليوم مرات ما يستفاد منه، فنحتاج إلى مصانع معامل. أنت اليوم إيش تنصح القطاع الخاص؟ أنت ابن اليوم القطاع الزراعي، بشنو اليوم يستثمر؟ فقط بالمعامل التعيب له لازم لا يصير، حتى بالأراضي. أها، حتى بالأراضي، أنت آخذ يعني كمعمل تاخذ أراضي وتاخذ عندك معملك وإنتاجك تفكر، وإضافة إلى هاي مثل عندك أحد المشاركين
من أربيل. نعم. زيتون، صناعة الزيتون. إيه. قال عندي أنا 14,000 شجرة، إضافة إلى هذه أخذ من الفلاحين الآخرين، باغين أخذ من عندهم. وهذا شيء جيد. ما شاء الله. يعني إنتاجه، ولكن إنتاج وراح ينطيك إنتاج. فهذا يعني يبشرك. وشغل عالم وبطل. ها راح شغل يعني. انت كل اللي حواليه راح يزرعون، راح يشجعهم هذا. ليش؟ لان هذا صار عنده انتاج، والانتاج ماله نعرف، ويقدر بعد يعني مكان ما نستورد. كل اللي يجينا مغشوش. كل اللي يجي بشكل عام مع اعتزازي كل الشركات. اما نقول 100% 90% يعني. بينما هذا يعني بلدك مضبوط وقدامك تشوفه. وترى زي الزيتون ما يشتغل بس الصناعه، صناعات 10 صناعات 15 صناعه من غير الزيتون. من غير الزيت يعني دائما صابون الشامبو. شيخ دائما انه اشاهد الاستثمار الزراعي في محافظات شمال العراق متطور جدا. هل انه اكو تعقيدات ببغداد وباقي المحافظات؟ نعم. مثل شنو التعقيدات العراقيه هناك؟ التوفر عندهم الامان. بس احنا ما عندنا امان هسه صار. احنا نكون واضحين يعني قبل بس هاي واحد. اثنين اكو تعقيدات ببعض الشغلات. انت لو تنفتح نفس الطرق اللي موجوده عندك بالناكه يعني انا اليوم كانت عندنا اجتماع هناك بالوزاره. في وين؟ بوزاره الزراعه. نعم. القرض الفلاحي. انا عندي جاموس، كل جاموس اتعادلها كذا مليون يعني حلال يجيب له، لكن اريد اطور، اريد اشتري اعلاف، اريد اشتري اسوي محاصيل زينه اجدد. احتاج مثلا خلينا نقول احتاج 25 مليون ايه. او 50 مليون وروح جيب لي عقار. كم يجيب عقار؟ ما عندي. احنا ما عندنا عقارات. الفلاح ما عنده جوزعة القياع، والقاع ما تسوى مليارات. انت ليش ما تضمن بقاعه؟ هاي وحده. بعدين ما لازم بقاع، ما تضمن يعني انت بكمبياله، خلينا نقول 50 مليون بكمبياله، والفلاح ما غيرته وشخصيته ما تقبل لان يتلكى وما شددك الا ما ندر يصير الحالات القاهره. فيجب ان واحد يلتفت بهاي الشغله. يعني انت الفلاح دعمه حتى ينتج. فهاي اللي موجود بالشمال لا يختلف. نسبه اقل للفائده يعني الفلاح بينطي ينطونه. هو هذا اللي نريد احنا. احنا نريد الفلاح ان يكون مثلا اضافه الى توفير هاي المستلزمات يتوفر له القروض اللي يقدر يحتاجها يمشي بها اموره. نعم. طبعا احبه المشاهدين، ايضا بعد ما سمعنا كلمه معالي وزير الزراعه، ايضا هناك كلمه للرئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه، وذكر بموضوع مهم، موضوع الاستثمار الزراعي. خلينا نشاهد هذه الكلمه وراجعين. امام حضراتكم احب ان اطرح نقطتين وبشكل عاجل، والتي تمثل المشاكل الاكثر صعوبة على القطاع الزراعي. أولا موضوع شحة المياه، وحقيقة كان دور للأخ وزير الزراعة دور كبير جدا في دفع عمليات التفاوض من خلال وجوده في مجلس الوزراء، وأيضا تشكيل وفد من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأخ وزير الدفاع ومساهمته بالضغط على الجانب التركي لتوفير الحصة المائية أثرا إيجابي. ولكن حقيقة اليوم هذه المشكلة يجب أن تكون بيد رئيس الوزراء حصرا، وكان لنا حديث مطول مع دولة رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، حيث أن الملف المائي في تركيا هو موجود في أعلى سلطة في تركيا. نتمنى أن يكون هذا الملف أيضا حصرا بيد رئيس الوزراء، وتكون المطالبة على المستوى المشكلة التي نعاني منها خلال هذه الفترة. والمشكلة الثانية حقيقة تتعلق بوزارة الزراعة، ونحن شركاء مع وزارة الزراعة وفي كل مشاكلها. هناك مشكلة بموضوع استثمارات التي كانت خلال تواجدنا في وزارة الزراعة تعرض على هيئة الاستثمار في الوزارة، وهيئة الاستثمار تقوم بواجبها بشكل كامل، لكن يتطلب إحالتها على هيئة الاستثمار الوطني، وهذا هنالك عائق كبير وتأخير كبير، حيث لدينا بعض النماذج تأخرت لمدة أكثر من 10 سنوات. يجب أن يكون دور لمجلس الوزراء بحصر الاستثمارات الزراعية من خلال وزارة الزراعة ومن خلال المديرية العامة للاستثمار في الوزارة. يجب أن يكون هذا الحل سريع معالي وزير الزراعة، باعتبار أنه اليوم لدينا مزارعين حضروا معنا في هذه القاعة لديهم مشاريع ممكن أن تخدم القطاع الزراعي. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، وسمعنا وشاهدنا كلمة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الأستاذ حيدر العصاد. نرجع مع الشيخ ضياء ربيع، يتكلم بمحورين رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية. خلي أبدي بالمحور الثاني ونرجع الأول، لأنه هو استمرار لحديثنا.
قال انه اي شخص او حتى لو فلاح عنده مشروع استثماري يدخل على دائرة الاستثمارات في وزارة الزراعة ومن بعدها يروح على هيئة الاستثمار، يقول فصل عراقيل، يقول رأيه أن يكون الاستثمار مباشرة من دائرة الاستثمارات الزراعية. تناقشتوا وزارة الزراعة بهذا الموضوع؟ أكو حل بهذا الموضوع؟ تحياتي للسيد رئيس الاتحاد أستاذ حيدر، وفعلا كان هو هذا الطرح الحقيقي للعملية، لأنه أنت هي هنا قبل شوي قلنا على التعقيدات. هنا ما أريد تعقيدات، أنت أنا جاي أنتج، أنت عندك دائرة استثمار زراعية، ما لي علاقة بالاستثمار العام، أنا ما جاي أبني العمارة، أنا جاي قاعد أطور عمل زراعي. مشروع مستدام. بالضبط، وبعدين أدرسه من الناحية الاقتصادية وجدوى الاقتصادية مالته، وهيئة الاستثمار اللي موجودة بالوزارة عندها يعني أولا ترشيص الأراضي كلها، وعندها الأمور الإنتاجية بالعمل. وهي اللي تطرح بعد، فما اريد هو يعني انا اكد ايد طرح الاستاذ حيدر على عمليه ما تتعقد العمليه، ما تتوسع، روح اخذ موافقات جمهور. انا ست اشهر سبعة اشهر ما كمل موافقات، وانا بعدني ما مكمل مشروعي، مثل القروض اللي كانت عندنا، قدم قرض مثلا على موسمي، قدم اسوي موسم، يخلص الموسم ويروح انا بعد ما مستخلص، شو اسوي بعد؟ وهنا صحيح. أنا أريد التعقيدات إنشان الروتين إنشان. تكلم بمشكلة الأولى اللي نعم. هي الأزمة اللي هي أنا أعتبرها اليوم الأساس الزراعة فعلا. موضوعة المياه نعم. وشح المياه. شيخ ضياء لما رحنا بالمعرض وشاهدنا وموجودين فلاحين كثر وناس مختصين بالزراعة، شاهدنا أقسام هواي مختصة بموضوع الري الحديث والسقي المحور وغيرها، ليش فلاحنا إلى الآن بطيء بالتحول إلى تقنيات الري الحديث؟ سؤالك رائع جدا. أي. احنا ارجع على عمليه يعني هسه لما دعم رئيس الوزراء بهاي الحاله يعني متبشر بخير. انا هسه المرشه تكلفني 50 60 مليون. نعم. هاي قد تسقي المرشه المساحه؟ اكو 120 دونم، اكو 60 دونم، اكو 10 دوانم، حسب انت ما تريد اللي موجود. نعم. اوكي. اكو 200 دونم. فهنا انت اذا وفرت لي اياها وبالتخصيص المريح اللي اقدر اسدده اني يعني حسب تصريحك اضافه الى نعم. اللي احنا الدعم يعني ماشي ادعمني اياها 50% دعم لي يعني مثلا 50 مليون مثلا 50 مليون تسويها 25 25 تدفع الدوله، الدوله راح تستفاد من عندي انتاج اكثر وعمليه تحافظ على المي بالضبط. فاحس انه قرارهم قالوا انه نعطي قروض للفلاحين بدون فائده وتقسط على 5 سنوات. يا ريت، هي هاي احلى شيء يعني بدون فائده الفلاح ياخذها. وكثير من عندهم عزفوا عن الفلاحين مسالتين عزفوا عنها. اول وحده كل ناس ما ياخذوا يقول لك لين بيها فوائد يستحقون، والعزوف الثاني على مال الضمانات، ضمان ما يقدر ما يجي. اذا اروح الواحد بيته اقول له انطيني بيتك وانا اضمن بقاعي وانت بيتك، يقول انطيني نص المبلغ. نص المبلغ يعني معناها احنا خرجنا المبلغ خارج العمليه الزراعيه، لان ذاك يقول لك انا ضامن بيتي شو اللي ضمن. فاحنا نريد هاي الشغلات التعقيد تنشال. ممكن اذاكر اكثر من مره. نعم. السعودي بعشر بالهويه مالته يكفل ب 50 مليون ريال ولمده 15 سنه يلا يسدد. يعني هنا احنا نريد هذا الدعم الموجود، احنا ما نريد 15 سنه ولا، فريد خلي يكون كعراقي اللي مكانتي مثلا بالكمبياله بالشروط اللي مثلا تسهيل على الفلاح. متفائل بانه تحول العراق للسقي الحديث قريبا؟ اي فعلا. اكو هيك اتجاه؟ اي اكو تقبل للعمليه والفلاحين هسه بداوا يباشرون عندهم، وعندنا مناطق هسه كلش عندها تستمر لانه انتاجها حلو وانتاجها جيد وفعلا يعني. بس شنو؟ تعرف هاي لازم وياها طاقه شمسيه. صحيح. وياها لازم اذا مولدات كهرباء، فاحنا لازم هذه كلها العافيه بالتدارج. بالضبط. لا احنا شو نريد؟ والله فلاح ذا ينطي مثلا على مده 15 سنه سدد. نعم. يسدد الرجل. جيد. طبعا احبتي المشاهدين، ايضا كاميرا وعدسه قناه الايام الفضائيه تواجدت بين اروقه الاسبوع الزراعي 14 في معرض بغداد الدولي، والتقينا مع المشاركين من مختلف المحافظات والشركات الزراعيه. طبعا اخذنا لكم تقريبا لقاء جيد وجميل جدا مع مدير عام زراعه دياله هاي المحافظه اللي تعرضت حقيقه لنكسات كبيره بالسنوات الماضيه بسبب الشح المائيه. خلينا نشاهد هذا اللقاء وراجعين. شو شاركتوا بالمعرض؟ شنو اللي حقيقه شاركنا بالمعرض سنه وشارك متميزه
أولا شاركنا بجلاح خاص بالمدير يبقى عروضاته بالحفظيات إلى آخره إلى طرج هذا الراقي وغيره إن شاء الله، وشاركنا بسقاري دياله اللي هاي فقرة بحد بنتبه لها إن شاء الله، وطرحنا على معالي الوزير اللي نظم لهم جمعية خاصة نسجلها باسم جمعية السقارين ونطلع هويات أو شهادات لكل طير من هذه الطيور يسموه سايتس. اليوم الأكبر مبيع مباشر عنده موجود للحفظيات وللتبور والإنتاج إن شاء الله تعالى. اليوم إنه فكر العراق لما نذكر دياله فقط تجي في بال الحفظيات، بس ما شاء الله دشوف مثلا بيض بالمناسبة ذكرت بالثروة الحيوانية. نعم. دياله رقم 2 بالمحافظات بعد واسط ما شاء الله. دياله متميزة أيضا بالثروة الحيوانية مشاريع دواجن يعني عبرة 600 مشروع رسمي مسجل. اليوم الأول بالمعرض حقيقة السنة المعرض كل المعرض مشارك 14 معرض السنة تميز يعني أولا بالديكور وبالتصميم وبالترتيب أشوف يعني مشاركة متميزة جدا حقيقة. الوزارة لها دور هنا يعني. إحنا كديالة وكمحافظات معي الوزير بنستلم الوزارة، أقدر أقول يمكن هو الوزير مباشرة بعد أسبوعين عقد اجتماع طارئ لكل مديري الزراعة طلب ورقة عمل أو ورقة يقدمها مدير الزراعة خاصة مشاكل الزراعة في محافظته. نعم. والمقترحات الحل استقبل من عندنا هذا الطرح عبب على كل تشكيل وزارة بدأت الأمور تختلف بدأت تجي قرارات على هاي الطروحات والحمد لله شكرا. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. شيخ ضياء رأيك مشاركة المحافظات إنه عندهم كانت مشاركة لو نفس كل سنة أكو تغيير؟ والله أحسن 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 أحسن. نعم. من يا محافظة لفتت انتباهك؟ والله ما أقدر أميز واحد عن لأن كل ما نحبهم وهم كلهم. وإذا تقول واسط حيقول لك واسط طبعا كلمة العراق الأولى لكن كلهم إنتاجهم حلو ومتابعتهم لل لا شيء جميل جدا. أكو مشاركة كبيرة جدا يعني حقيقة. أكو بعض أصوات النشاز اللي دائما تحاول إنه تسلخ كردستان عن العراق، هالسنة شاهدنا مشاركة من يعني من المحافظات الشمالية مشاركة كبيرة جدا حتى بزيهم التقليدي. اي قلت لك انا قلت لك هسه ذكرتك. نعم. اول معمل مال البيل وفعلا كنت يعني عندهم مشاركات حلوه وعندهم انتاج حلو ويا احنا هي هاي الفوارق اللي ما نريدها للاسف. احنا نريد انه يصير تثقيف لعمليه هاي الشغلات انه احنا فلاح الفلاح ما عندنا احنا هسه انا كاتحاد ما نؤمن بهاي الشغله تمنين وهذا منين. نعم. احنا واحد اتحاد واحد اهتمامكم قطاع زراعي كل ناس مهنيين على الزراعه مالتنا ما عندنا هذا منين وهذا منين واهلا ما بيها هي هذه فاحنا الفلاح ما عنده هاي الشغلات هاي امور تفيد جماعه مالت السياسه تفيدهم بالانتخابات للاسف. نعم. ف السنه هذا الموسم يعني زين صحيح احكي لك كل ساعه حقوق المكون والمكون وذاك يقول لك القوميه والهاي انا عراقي امشي بجسمي بهويتي العراقيه. نعم. وبعلمي العراقي هذا بس هو هذا شعاري بس انا كعراق. فاحنا نرجع على عمليه الدعم اذا تسمح لي. نعم. انا استعدنا تعرف الجاموس انتهى قام يبيع ناس ذاك الناس يسوي ما عاد علف علاف ماكو والعلاف غالية وعندنا تضع السيجين الخضار وغيرها ماذا ما يفيدنا إذا ما يعني إنتاج يعني مستمر بالضبط بقوة. وهذا موجود. موجود وين موجود. وين صارت الأزمات أكثر شيء موجود الجاموس شو أقول لك بكل العراق دائما ما عندنا إحنا فروع حيوان كل كبيرة وإحنا سلو عندنا مراكز تسويق مال الحليب مثل ما كانت قبل مراكز تجمع الحليب بعدين كان ينطوا مقايضة ينطوا علف وينطوا مبلغ وايد ايش قد حسابك مثلا خلينا نقول 100 دينار 100000 دينار ال 100000 دينار انطيك 50 علف و50 الف حتى تداور نفسك يا ريت نرجع بهاي النظام المقايضة حتى في سبيل انت توفر لي العلف وانا ذي الساعة وثروة الحيوانات مطورها اكثر. شيخ ضياء اكو فكرة كانت في وزارة الزراعة انه هناك بطاقات ذكية للفلاح ومربي الثروة الحيوانية تجي مخصصات الحكومة يبيع تطبق هذا الشيء لو بعده كل شو ما إلى الآن لا بعد هاي أفكار موجودة لا أفكار. بس صارت ورشة عمل عليها في واصل هو أفكار موجودة. نعم. كثير من الأفكار وكثير من الطرحات لكن لحد الآن لا جت مخصصات ولا جت أمور خاصة الثروة الحيوانية عندنا نعاني معاناة مو طبيعية يعني. نعم. أكو كان أكو اهتمام بالثروة الحيوانية بالمعرض شاهدت ضعيف نترك موضوع الدواجن والاسماك ضعيف 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 على الاقل ممكن تلك شركات لو كان جايتنا حتى جابت ابقار انواع الاعلاف
انواع هذه يعني هذه حتى لو اسوي معمل مصغر مال علف واراوي هاي الناس اللي جايه حتى شلون تثبت ثروات الحيوانيه. نعم. طبعا احبه المشاهدين عندنا فيديو اخير من محافظه ميسان كجناح محافظه ميسان اللي حقيقه كان عندهم مشروع السقى الحديث والبيوت المحميه اللي كان حقيقه اخذ صدى كبير جدا خلال المعرض، حتى كانوا مسوين مجسم صغير يوضح اليوم عملية الزراعة بهذا المشروع. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وبإشراف السيد وزير الزراعة تمت مشاركتنا وتلبية دعوة في الاشتراك في محفل معرض الأسبوع الزراعة 14 وعيد الشجرة. هذا المحفل المبارك الذي يلم أطياف القطاع الزراعي سواء القطاع الخاص أو القطاع المشترك أو القطاع الحكومي لرسم السياسة الزراعية المستقبلية. طبعا نمت مشاركتنا في كل موسم نقدم نموذج للزراعة المتطورة، وهذا النموذج يكون الهدف من عنده توعوي إرشادي. جاءت مشاركتنا هذا الموسم عن طريق مشروع الزراعة المحمية والذي يتمثل مساحة 5 دونم في قضاء علي الغربي. هذا المشروع نتيجة عمل مشترك ما بين شعبة خاص بشعبتكم خاص في شعبة زراعة علي الغربي، عمل مشترك ما بين المزارع والشعبة الزراعية. الموجودات الثابتة هي تابعة لنا كشعبة زراعية، والعمل والتنفيذ المزارع. طبعا المزارع متميز يمتلك علمية واضحة في هذا المجال. الحمد لله نجح المشروع وتم تنفيذ 7 بيوت بلاستيكية، 2 بيوت متعددة الفضاءات، 5 بيوت منفردة، مساحة 3 دونم زراعة أنفاق محصول الطماطة. المشروع بحد ذاته هو يرسم الحاجة المستقبلية لهيك مشاريع للمستقبل بسبب شحة المياه، بسبب التغير المناخي، بسبب الفترة اللي يكون بها المحصول هذا غير متوفر بالسوق. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. شيخ ضياء، إذا المعارض الزراعية مهمة جدا فعلا ونحتاجها فعلا. أنا شفت معارض زراعية بخارج العراق حتين يعني، وفعلا معرضنا سنة كلش متميز وإلى مكانته، وهذا المفروض تعرض لكل الموجود كل الموجود تعرض يعني اللي موجود برا، حتى اقدر انا اطلع على هاي الشغله. مو كان معنا اسافر برا، تجيني هنا يعني شركات وانتاج عندهم واليات موجوده، اكو اليات اشكال موجوده بالواقع الزراعي، فهذا المفروض كلها تجينا هنا. نعم، احنا نريد المشاركه الاكثر. كل التحية والشكر لك الشيخ ضياء الربيعي مستشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، شكرا جزيلا. شكرا لكم وبرنامجكم، وربي يحفظكم ان شاء الله، واتمنى لك التوفيق خاصة انت رجل يعني مثابر ومتابع خدمتك البركة ان شاء الله. تحية لقناة الايام الفضائية وادارة القناة هي توجهنا بهذا الموضوع، شكرا جزيلا. بارك الله بكم، بارك الله بكم، ربي يحفظكم. طبعا احبة المشاهدين قبل الختام اذا المخرج يعطيني دقيقة واحدة، من 2020 تقريبا في بدايات عام 2020 قبل مثل هيك ايام قبل شهر رمضان المبارك 2020 كانت إدارة قناة الأيام، كانت هناك أزمة نفط عالمية والأسعار جدا رخيصة، قالوا الحدود انسدت، كانت أزمة كورونا كوفيد 19 اللي حقيقة صارت يعني قطع حدود وغيرها، المواد الغذائية صعبة توصل إلى العراق. فإدارة قناة الأيام الفضائية كان اجتمعت معايا ومع أكيد مدراء الأقسام الآخرين، وكانت فكرة توجهها أنه تعمل برنامج يهتم بالزراعة، يهتم بموضوع الانتاج المحلي وغيره، الامن المائي، الامن الغذائي. فانطلق او انولد بهذه الظروف الصعبه برنامج ارض السواد. ارض السواد اللي هسه تروح تبحث بالانترنت ماكو برنامج تلفزيوني بهذا الاسم الا فقط برنامجنا. من عام 2020 الى الان 2023 تقريبا 3 سنوات، واليوتيوب موجود وكلها تشهد يعني الارشيف موجود. ولكن للاسف نتفاجئ انه هناك سياسي عراقي نائب سابق رفعت عنه الحصانه وطرد خارج البرلمان من خارج العراق من احدى الدول العربيه، سوى برنامج تاريخي يتكلم عن تاريخ العراق، مع العلم هو مختصاص هذا الشيء، مسميه بنفس الاسم برنامج ارض السواد. وللاسف يعني الجميع يعلم مسجل هذا البرنامج بهذا الاسم.
فكيف اليوم برنامج يسرد حقائق تاريخية هو اسمه مسروق أصلا يعني؟ فهاي الطامة الكبرى وهذا التناقض الكبير جدا. طبعا إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية، ونلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.